نهار في حياتي ولدي هو داك النهار اللي خرجوني فيه عريانه وشتفوا عليا وتكرفصوا عليا المخزن. أسوأ نهار في حياتي ما عمرني ننساه. شي دابا كنبغي ننسى ولادي وكلشي كيطلبوا نقول لها امي راكي مريضه ديها في راسك. ما عمر شي نهار انا النعمه ما كندوقهاش على داك ماشي على داك العري خرجوني بالصفحه وسرواني نازلت لتحت. علاش الجمعه 3 الصباح اولا تعنفونا؟ كنطلب من سيد الحموشي ها التعنيف وتعراو لي مرتي زبطه كي ولدها تما مرتي 20 عام وهي كدير الخمار. أسوأ نهار في حياتي ولدي هو داك النهار اللي خرجوني فيه عريانه وشتفوا عليا وتكرفصوا عليا المخزن. أسوأ نهار في حياتي ما عمرني ننساه. شي دابا كنبغي ننسى ولادي وكلشي كيطلب نقول لها امي راكي مريضه ديها في راسك. ما عمر شي نهار انا النعمه ما كندوقهاش على داك ماشي على داك العري خرجوني بالصفحه وسرواني نازلت لتحت ولاحوا عليا مانطا. ملي لاحوني في الرمله وشتفوا عليا لاحوا عليا مانطا قال لي استرها بمانطا يسرني بمانطا. قلت لي ديرني امك ديرني اختك ديرني بنتك ما ديروش هاد الحوايج. قلت لكم عارفيني مخماري وكلشي عارفني المقاطعه كامله عارفاني كندير الخمار 19 الصيف وكنلبسهم حتى لهنا. عمرني عريت عمر هاد البحر شافني عريانه. تجيو نتوما مع 3 ساعات تخرجوني من الصفحه وكنتوسل اليوم قالوا ما خلوني نتسر ما تخرجونيش عريانه وما رحمونيش. هاد الناس جاونا مع 3 الصباح دقوا علينا حنا ناعسين. حليت الباب قلت لهم شكون اللي حليت الباب لقيتهم اكثر من 50 واحد. دخلت نكلم راجلي دخلوا علينا ضربوا راجلي طيحوه مينطو طلعوا لسطافات. سديت عليا الباب خايفه منهم قلت لهم خلوني نلبس حوايجي باش نخرج ما خلاونيش. فرعوا عليا الباب خرجوني عريانه تكرفصوا عليا ضربوني ما خلاو هاد الضرب هاد رجلي كلهم مضروبين يدي مضروبين. كنقول لهم خلوني نتسر ونخرج ونهز فلوسي خرجوني شتفوا عليا مزيان ضربوني خرجوني عريان راسي عريان حيدوا لي حوايجي حيدوا لي بالجره اللي كيجروني تكرفصوا لي براتي ديال السكر. كندوك 4 مرات ما خرجت والو لا ورق الطبيب لا براوات لا فلوس خارجين كيت وتكرفصوا لي على راجلي مزيان وطلعوا الصطافيط وداو عريان حتى هو حتى للكوميساريه. ما خلاونا نقول لهم خلونا نخرجوا حوايج عندكم شي تقريب باش تخرجونا عطينا شي اعلان ديري لنا شي جيتو عندنا. ما عمرش واحد جدوى معانا جايين مع 3 الصباح وتكرفصوا على داك التكرفيص وخرجوني عريان الملاء كله كيتفرج فيا كاع المخزن كيتفرج فينا عريانه. وما نقولش كالعصا اللي عطاوني راجليا من فوقين ها يدي كل واكله العصا. وما نقولش حالتنا كي دايره دابا وحنا دابا النهار الخميس وحنا هنا في الزنقه لا لا يجي عندنا ولا يسول فينا ولا 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 حتى شي حاجه. الا كان شي قانون زعما في البلاد يحمينا حنا رحنا تدمرنا رحنا. انا شيخي عايش هنا وخدام هنا وكبر هنا حنا وراجلي 80 سنه راه راجلي زايد هنا راه 52 سنه راجلي وخو كبر منه ربه مقاوم ربه مولي كان كي هو المسؤول على الطوريطات وهاد الدوشات وهادشي ديال كازا كامله. حنا ما جيناش وطفنا. انا تزوج دابا 30 سنه انا عايش هنا. انا تزوج جيت هنا هاد الوليده دار ولدته هنا وقرا هنا وكبر هنا. والانسان كون غير جا وعلمك ولا عطاك شي ورقه فوالا ها انتم راه غتخوا ولا راه غنجيو نخوا عليكم بدون سابق انذار مع 3 الصباح وجايبين اش غنقول لك هذاك البشر راه واخا نكونوا مع شنو داير قدام الله ما يديروش لنا ذاك الحال وما يتكرفوش لنا ذاك التكرفيس وما يخرجونيش عريانه. كفى انكم شديتوا راجلي ما انتوه كنتوسل لكم نقول خلينا نتسر. انا انسان واحد الانسان داير الخمار ما عمرني تعريت عمر البحر شاف وجهي كيداير خرجوني عريان وتحيدوا لي حوايجي كاملين كيجروني تحيدوا لي حاجه كسروالي بمعنى سروالي حيدوه ليا وخشوا لي رجلي مع هكا فوق راسي وشاديني هنا وما كيريبو كنقول لهم خلوني ازقي خليني نزاد ويا راه ما كان بغيت ندوق على البرا ديك اللحظه كما عطوني عبراتي ندوق راني كان مثلا كندوق 4 مرات البراوات في النار ستيلو ماشي لانسولين ستيلو عندي سكر خايب بحيت لا غدا ما لقيتش مندوق كنموت 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 حتى واحد ما حاسبك. لاحونا كي الكلاب حاشاك هنا وخلاونا شنو واش حنا مسلمين ولا اشنو حنا حنا لاجئين جينا وطفنا على هاد الارض ولا اشنو بغينا نعرف راسنا غير اشنو. مشيت للكوميساريه برك تما 3 9 الصباح خرجت جيت لقيت الدار رايبه على حوايجي وعلى كلشي. لقيت مرتي مكرفسين عليها ضاربينها ومعرينها خرجوها الزبطه من البيت قال لها ما تاخذي لا فلوس لا والو. وبغيت باختصار باختصار شديد هاد الناس من اللي هما قانونيين واش القيد عمرو غوت عليا عمرو صيفط ليا شي حد عمرو شافني ما كنعرفوش هو يلاه جا شهرين كنعرف اصبع عمري نعرف السطايد دازو كاع القياد عندنا الا هو ما كنعرفوش. واش هو الا كان قانوني خصو يجي في الصباح ويجيب لي ورقه افراغ من المحكمه يجيب لي ورقه يقول لي تكلم العامل يجي عندي عون سلطه يجيب لي ورقه نسينيها. ما كاينش ما كاين حتى دليل ريبوها نقولوا حنا عاش الملك يقول لك راه الملك اللي قال كرطوهم. كيفاش الملك قال كرطوهم؟ كيفاش قال الملك حيدوهم؟
شوف واش عقل غيتقبل ان ملك البلاد يمشي يقول لي حيد واحد، والملك كان كيجي عندنا هنا مانو ما حيدناش، كان كيجي هنا وكيتهلا فينا مانو ما حيدناش، يقول لي حيد عليا سيدي هذا الشيء، اش كيدير هذا الشيء هنا؟ حنا 64 عام واحد يلاه جا دار شهرين جاني حيدني من الدار، جايب لي قوة ديال 60 ديال 60 انسان، 60 بوليسي لي زانسبيكتور كلشي مدورين الدار، واش انا عندي السلاح عندي القنبول؟ هو اللي كيقول لك انه قانوني، علاش جاي في 3 الصباح جاي 3 جاي من جهة ديال العصابات، هذيك من جهة ديال السرقة ديال الشفارة، هذيك عصابة ديال الحشيش مضاربة مع عصابة ديال الحشيش، إلا كان قانوني يجيب لي ورقة مع الوكيل إفراغ، وهو ماشي في الاختصاصات ديالو أنه يحولنا، لأن الأرض اللي حنا فوق منا ما كتنتميش ليه هو، ها؟ ودابا اللي كنطلب من جلالة الملك نصره الله، حنا راه ولادو، حنا مبايعينو. والحسن الثاني حنا مبيعين كاع الاسره الملكيه، حنا كنفتخروا بهم وكنخدموا بلادنا، كنطلب منه يتدخل ويجي يفتح تحقيق ولا يصيفط لي يفتح تحقيق، وكنطلب من السي الحموشي الله يخلي لك وليداتك والله يعظم الاجر ديالك فتح تحقيق في هذا الشيء ديال مرتي اللي عراوها، وفتح تحقيق في الدار علاش ريبوها، وفتح تحقيق علاش كلشي استافد الا حنا، ومن هادشي كامل ما صرتش ليا معري ليا مرتي ومخرجينا كيشتفوا لها على راسها، وكاع عيال الدوار صوروها في ديك الصبحيه، وشكون اللي قال عيال الدوار ان الدار غاديه تريب؟ كون ما كانتش ليت بين الحرارات وبين المقدم وبين الخليفه، وعبد الله كيعرفني، وعبد الله اللي كيسوق ستافيت كيعرفني، الخليفه كيعرفني، الشيخ كيعرفني، القايد اللي جا جديد ما كيعرفنيش، علاش انتوما اللي ما تقولوش لي فوالا هذاك السيد راه فايت مجاوب العماله وداك الناس راه قدام تما 64 سنه وما تم. حنا خدمنا في الانعاش خدمنا البلاد، خدمنا انا صغير كنهز البردوله ديال 80 كيلو يجي واحد معمرو حفر تافوسي يجي يبدا يسلق فيها هاك يبدا يمرمدني حدا ولادو حيد ليا في الحقوق ديالي. دستوريا لكان دوله الحق والقانون، اي مغربي السكنه ديالو انا ما طلبش ما شونجاني تا براكه، ما قالش تطلع للكاريه تنعطيوكم نوامر، جا ريب زاد لاكارت مشات باسبورات مشات سوارت الخدمه مشاو حوايجي تقطعوا، انا تشرت يعني فينا نمشيو؟ فينا نمشيو؟ حنا مغاربه ما غنمشيش نبقى هنا، واي واحد بغى يهضر معايا قانونيا وبغى يهضر معايا شفهيا ندوي معاه، ان يا با دو بروبليم، اي واحد نهضر معاه. علاش جمعه 3 الصباح اولا تعنفونا؟ كنطلب من سيد الحموشي هاد التعنيف وتعراو ليا مرتي زبطه كي ولدت تما، مرتي 20 عام وهي كدير الخمار، مرتي مدينه يلا درنا العمره ديال 2017 ديال عيد المولد، حنا ما كنعرفوش كذوب، ها ولادي، ها ولادي جي استنطقهم، إلا لقيتي ولادي سلاقط ولا ما مربينش التربيه ديال ولاد البلاد وديال المغاربه الحرار، صافي.